أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحلقة جديدة من حوار الأسبوع، والتي سوف تكون مع ضيفي مع وزير تطوير البنى التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات، معالي الدكتور عبد الله النعيمي. مرحبا بك معالي. يا مرحبا وسهلا. دعنا نبدأ حوارنا من القطاع البحري في دولة الإمارات. ما هو مركز الدولة على الخارطة العالمية للقطاع البحري؟ لو تحدثنا أكثر. بلا شك أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بربما ثلاث محاور أساسية في قصة الماريتايم. بداية، موقع دولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة العالمية في الخليج العربي أعطاها القدرة على أن تكون موقعا متوسطا بين الشرق والغرب، وهذا خدمنا جميعا كثيرا في قضية التنمية. ثانيا، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعنى في الدرجة الأولى بالماريتايم. تاريخيا، دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر تطورا، الأكثر نموا في النقل البحري. دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك أكثر من 20 ميناء كبير على ساحليها الخليج العربي وبحر العرب. لذلك هذه الميزة تجعل منا أكثر قدرة على التواصل مع العالم، وأكثر قدرة على تقديم الخدمات للسفن. نعم، دعنا نتحدث عن استثمارات الدولة خصوصا الخارجية في القطاع البحري. اليوم بلا شك أنه دولة الإمارات العربية المتحدة بقدرات لإدارة موانئ مختلفة في دول العالم جعلت منها أكثر قدرة على التواصل مع الموانئ. اليوم نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة ندير أكثر من 52 ميناء خارج دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإخوان في إمارة دبي. هذه القدرة في إدارة الموانئ بلا شك أنها أرقامها ربما لا تحضرني اليوم، ولكن لها تأثيرا اقتصاديا إيجابيا ليس فقط على دولة الإمارات، ولكن على تلك الدول التي تدار موانئها من قبل موانئ دبي. مع توجه دولة الإمارات خصوصا يعني وإطلاق العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية الواضحة لتنويع الاقتصاد والابتعاد شيئا فشيئا وبشكل تدريجي عن الاعتماد على النفط، ما هو على الأقل تعطينا لمحة عن القطاع البحري ودوره في تنمية أو تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات؟ بلا شك أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت أن تتكلم عن البدائل الممكنة عن النفط. ومن البدائل الهامة التي وجدناها نحن في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة هو قطاع النقل بكل ما لديه، النقل البري، النقل البحري، النقل الجوي. النقل البحري الحقيقة الاستثمارات الممكنة فيه تتجاوز $60 بليون التي يمكن أن تستفاد منها في دولة الإمارات وفي الدول القريبة. ما يؤخذ منها حسب الإحصائيات اليوم يقل عن 1%، فأنت أمامك 99% من $60 بليون استثمارات ممكنة للمستقبل. هل النقل البحري بديلا أساسيا عن النفط؟ ربما يكون بديلا مساعدا في الاستغناء عن النفط بحكم موقع دولة الإمارات كما قلت سابقا، وبحكم تلك الاستراتيجيات التي أخذتها دولة الإمارات على عاتقها، لأن نحن اليوم في دولة الإمارات نعمل ضمن استراتيجية واضحة
نحن نتكلم عن 2021 بشكل واضح، نتكلم عن خطط استراتيجية تؤدي بمعظم مرافق دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مراكز متقدمة اقتصاديا تجاريا اجتماعيا تربويا وخلافه. ولكن نحن اليوم بلا شك أننا نتبوأ مراكز متقدمة في البنى التحتية. اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة عبارة عن حسب التقارير الأخيرة في المركز الثالث في البنية التحتية للموانئ بالمجمل. نحن في المركز الأول في جودة الطرق على مستوى العالم، لذلك نحن قريبين من تحقيق تلك الرؤى التي قدمها سمو الشيخ محمد بن راشد في استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة. وكل المؤسسات تعمل متكاملة نحو تحقيق هذه الاستراتيجيات، والتي نراها في حكومة دولة الإمارات العربية واضحة أمامنا جميعا. لو سألناك معاليك عن ما هو أو ما أبرز مميزات دولة الإمارات في القطاع البحري عن غيرها من دول المنطقة؟ التاريخ بلا شك أنه لدور. تاريخيا دولة الإمارات العربية المتحدة من 1600 هي تمثل عنوانا هاما للموانئ. من أكثر من 4 قرون سواحلنا منظمة في قضايا الاستيراد والتصدير، في قصص الانكرينج، في قصص التجارة. لذلك التاريخ بالدرجة الأولى يخدمنا على كثير من الدول التي لا تمتلك هذه القدرات من موقع جغرافي ومن موانئ. دولة الإمارات العربية المتحدة كذلك ركزت منذ تأسيسها على تطوير هذه البنية التحتية كمرافق هامة. لذلك ربما نحن من الدول القليلة التي تمتلك أكثر من 20 ميناء عامل. نحن من الدول القليلة التي تمتلك موانئ على ساحلين. نحن كذلك من الدول القليلة التي نمتلك، نحن دولة علم وهناك الكثير من السفن التي تسير تحت علم دولة الإمارات. نحن دولة ساحل بحكم السواحل اللي موجودة عندنا. لذلك هذه ربما خدمتنا كثيرا، بجانب أنه استراتيجية دولة الإمارات كما أشرت سابقا وضعت البنية التحتية للموانئ نصب عينيها في البدائل الممكنة للنفط، ووضعتها ضمن استراتيجيتها بأن نكون الأول على مستوى العالم في البنية التحتية التي تنتمي للموانئ. دعني معليك أسألك عن ترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، لو تحدثنا أكثر وأين وصلتم بهذا الخصوص؟ نحن في حقيقة الأمر اعتمدنا دخولنا في المنظمة كدولة عضوا من 1980، عضوا في هذه المنظمة. وكذلك وجدنا أنفسنا أن نحن من أكثر الدول التزاما بالتشريعات والقوانين التي تسنها هذه المنظمة. بالأمس القريب التقارير أشارت إلى أن نحن في التدقيق الدولي على موانئنا وعلى أعمالنا البحرية نتجاوز كثير من الدول التي تعتبر أعضاء مؤسسين في المجلس التنفيذي والمكتب التنفيذي للمنظمة الدولية للنقل البحري. لذلك وجدنا أنفسنا مرهونين
بأن نكون جزءا من هذا المطبخ الكبير اللي نسميه ألا وهو مطبخ التشريعات للنقل البحري، لأننا ملتزمين بما 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 تسنه هذه المنظمة، ولكن المستقبل يعطينا القدرة على أن نكون جزءا من الواضعين لهذه التشريعات، بحكم أن نمتلك القدرات ونمتلك كذلك الموانئ وكذلك نمتلك الالتزام بهذه التشريعات. من السنة الماضية 2016 قدمنا أنفسنا نحن إلى الإخوان في المنظمة الدولية، وطلبنا الأمين العام لهذه المنظمة أن يكون معنا في دولة الإمارات العربية المتحدة التي لم يزرها بعد قبل هذه الزيارة، وأخذنا في جولة في موانئ دولة الإمارات العربية قبل أن نقدم الملف إلى المنظمة. هذا الرجل الحقيقة فوجئ، كان طول الوقت وهو يعمل من 20 سنة في المنظمة يعتقد أن نحن جزء من المجلس التنفيذي للمنظمة، واكتشف أننا إحنا لا لسنا بهذا. عندما رأى موانئنا قال لي: عبد الله، أنا أستغرب من أنكم يعني إلى الآن تفكرون في 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 دخول هذه هذا المجلس وأن تكونون جزءا معينا لنا في هذا المجلس. وكانت دعوة كريمة منه بأن نضع كل الجهود بأن نكون مع الإخوان في المجلس التنفيذي. في المنظمة هناك الحقيقة 3 فئات. نعم. فئة اللي هي الأي اللي هي الدول المؤسسة لهذا، وهي 10 دول ولا يمكن الإضافة إليها. الفئة بي كذلك 10 دول ولكن تتنافس عليها الدول الأكثر تقدما في الموانئ البحرية، والفئة سي اللي هي الدول كذلك التي لها موانئ ولها علم ولها سواحل ولكنها أكثر أقل أو تبدأ بالانضمام إلى هذا المجلس. فنحن الحقيقة وضعنا الخطط بأن نكون في الفئة بي، لأن نحن ننتمي إلى هذه الفئة بقدراتنا. نعم دكتور معالي الدكتور عبد الله، دعنا نتحدث أكثر عن مدى أو انضمام عضوية الإمارات للمجلس، ولكن بعد الفاصل، وأيضا المزيد عن البنى التحتية والمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد لنستكمل حوارنا مع وزير تطوير البنى التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات معالي الدكتور عبد الله نعيم. مرحبا بك مجددا. يا مرحبا وسهلا. لنستكمل عن انضمام أو ترشح دولة الإمارات لتكون في عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، لو تحدثنا أكثر معاليك عن أهمية هذا الترشح. بلا شك أن تكون واضعا للتشريعات وملمًا بها قضية بالنسبة لنا في دولة الإمارات مهمة، لأنه نحن اليوم نمتلك تلك المقدرات ونمتلك تلك الخطط الاستراتيجية التي نبني عليها مستقبل الاقتصاد في دولة الإمارات، وبناءنا لهذا الاقتصاد يتطلب من أن يكون لدينا المعلومة، وهذه المعلومة في تعديل التشريعات، في إضافة بعض البنود، في يعني نحن نعرفها اليوم كمتلقين أو معظم الدول التي لا تنتمي إلى يعني إلى 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 المجلس تأخذها كمتلقي، وربما تعرف فيها عقب سنة أو سنتين من 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 الحوار فيها أو من بدء الحوار فيها. ولكن تصور أن تكون أنت ملما بهذه المعلومة قبل أن
تنشر وقبل أن تتم تداولها في 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 المنظمة، أكيد تستطيع أن تبني عليها أفعال وردود أفعال. لذلك وجودنا في المنظمة أو في 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 هذا المجلس التنفيذي يعني لنا المعلومة في الدرجة الأولى، وكذلك يضعنا في وضعنا الطبيعي، لأنه نحن اليوم يعني في المجال البحري نحن من اللاعبين الكبار، لسنا يعني لسنا بمتلقين لتلك التشريعات، ولا نقبل أن نكون متلقين لها فقط. يعني نحن ربما تكون من الدول القليلة التي ينظم عملها عمل النقل البحري فيها قانون، وقانون مؤسس من سنة 1982. لذلك هذا القانون التعديلات عليه تتطلب أن نكون كذلك موجودين في هذه المنظمة، نطرح عليهم آراءنا، لأنك لست بلاعب صغير تتلقى التعليمات من 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 المنظمة. بجانب هذا أن نحن اليوم كدولة في دولة الإمارات لدينا موانئ تدير موانئ خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك نريد أن نحتفظ بحقوق هذه المؤسسات التي تستثمر في الخارج من خلال وجودنا. بلا شك أننا نستطيع أن 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 نعرف كثيرا وننقل كثيرا ونتعلم كثيرا ونقدم كثيرا كذلك لهذه المنظمة. دعنا دكتور عبد الله ننتقل إلى قطاع السكك الحديدية في دولة الإمارات، لو تحدثنا أكثر عن هذا القطاع. بلا شك أنه قطاع السكك الحديدية في دولة الإمارات يعتبر قطاعا ناشئا، ولكن ناشئا مهما للمستقبل في دولة الإمارات. نحن الحقيقة بدأنا السكك الحديدية قبل 5 سنوات، وأردنا من هذه الفئة من النقل بأن تكون موحدة على مستوى الخليج، لأنه دراسات الجدوى بداية تبين لنا أن يعني ليست للقطاع يعتبر قطاعا بديلا للطرق وقطاعا بديلا للوسائل النقل الأخرى، وليس بذي جدوى إذا اشتغلنا عليه بس بمفهوم النقل المحلي. لذلك عرضنا هذا على أخواننا في دول مجلس التعاون في اجتماعات المجلس، وقدمنا رؤانا في النقل الخليجي أو الربط الخليجي الموحد، وكان هذا بمثابة طوق النجاة لنا جميعا، أنه صحيح. كل الاستثمارات في النقل البحري إن لم تكن في النقل السككي إن لم تكن مربوطة بعضها سوف تصبح جدواها أقل. متى من المتوقع يعني رؤية النور لهذا المشروع؟ اليوم نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة بلا شك أن قطعنا أكثر من 260 كيلو في هذا في هذا في هذا الجانب، ولكن في 2014 الحقيقة في الرياض طلبنا نحن في دولة الإمارات بأن يكون هناك سقفا للعمل، لأننا لا نستطيع أن نعمل دون أن يكون لنا سقفا موحدا في الربط، واتفقنا نحن كوزراء نقل بأن يكون 2018 هو التاريخ الذي يمكن أن تكون معظم الدول إن لم تكن كلها جاهزة للربط الموحد، ولكن للأسف الشديد كل الدول تأخرت فيما عدا دولة الإمارات اللي أنجزت أكثر من 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 260 كيلو. لذلك في 2015 أو السنة الماضية 2016 أنا الحقيقة طلبت من الأخوان في اجتماع دول في مجلس التعاون الخليجي بأن نضع بأن نكلف الأمانة العامة بأن تضع لنا خطوطا واضحة
في هذا النقل. أتانا التاريخ أن يكون 2021، وهو يسير وفق كذلك خططنا الاستراتيجي في دولة الإمارات بأن 2021 هو العام الذي يمكن من خلاله أن يكون ربطا موحدا على الأقل بين الأكثر دولا تقدما له هو دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. يعني الاستخدامات الأكبر سوف تكون لهذا الربط الخليجي في السكك الحديدية، هل سوف يكون للتجارة المتباينة، نقل البضائع، أم الناس، أم ماذا؟ بداية كان التصور الحقيقة أن يكون النقل على مستوى البضائع والشحن والتبادل التجاري دون المساس بالنقل الأفراد إلى أن ننتهي من قصص اللوجستيك، لأنه نقل الأفراد يتطلب ربما لوجستيك وتشريعات مختلفة عن نقل البضائع. نقل البضائع اليوم توحدها قوانين دولية، ونستطيع من خلال هذه القوانين الدولية أن ننقل بضائعنا من الإمارات إلى المملكة إلى أي دولة أخرى دون مشاكل. لذلك بداية سوف يكون للتجارة البحتة، وسوف يضاف إليها لاحقا، لأنه السكك الحقيقة أو البنية التحتية مؤسسة بأن تنقل الفئتين الناس والبضائع. معليك دعني خطر ببالي سؤال، وهو الكل يتحدث أو حديث الناس كافة أو المجتمع الدولي، وهو طريق الحرير. دعنا نستغل وجودك معنا، إلى أين ترى وإلى أي مدى سوف يدعم التجارة لدول الخليج ودولة الإمارات بشكل خاص؟ بلا شك أنه طريق الحرير بتاريخه مجد اقتصاديا لدول الرابطة والمربوطة به، ولكن التأثير الاقتصادي اليوم كما نراه ربما بربطه بالسياسة يجعل منه أقل تأثيرا مما صحيح. كان عليه سابقا. لذلك لا نرى تلك الجدوى اليوم على الأقل لا نراها واضحة المعالم أمامنا، لأن هناك ربطا وخلطا بين سياسات الدول صحيح. والتأثير على هذا الخط الذي بلا شك تاريخه رائع. صحيح. دعنا نتحدث معليك عن أبرز المشاريع في البنى التحتية في دولة الإمارات وحجمها بشكل عام. بلا شك أنه نحن اليوم نتكلم عن أرقام لا تحضرني في حقيقة الأمر، ولكن نحن اليوم في بنانا التحتية كما أشرت سابقا ربما الأكثر تطورا على مستوى الدول الآسيوية والدول المحيطة بنا. نحن اليوم نمتلك بنية تحتية مؤثرة جدا، لأن نحن اليوم بنيتنا التحتية مدروسة وفق إطار واضح، ألا وهو كيف نستطيع أن نجعل هذه البنية التحتية تخدم أمرين أساسيين: الإنسان في الدرجة الأولى، والاقتصاد والتجارة في الدرجة الثانية. كثير من الدول الحقيقة تربط البنية التحتية بأحدهما. نحن الحقيقة واستراتيجياتنا والتوجهات السامية لأصحاب السمو بأن يكون الإنسان هو محور كل ما نقوم به من عمل. لذلك كان لزاما علينا أن نضع هذا الإنسان المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة مواطنا كان أم مقيما أم وافدا عليها في كل ما نقوم به من عمل في تطوير البنية التحتية. نحن في بنيتنا التحتية سواء كنا في الطرق، اليوم نحن نمتلك طرق في جودتها على مستوى دولة الإمارات الأول على مستوى العالم، في الطيران اليوم نحن نمتلك شركتين ربما الأفضل على مستوى العالم. اليوم نحن في موانئنا البحرية نمتلك 20 ميناء
وثلاثة منهم الأفضل من ضمن العشرة على مستوى العالم. ميناء الفجيري اليوم بين الأول والثاني في ال5 سنوات الماضية في البنكرنج على مستوى العالم. لذلك الصورة أمامنا في بنيتنا التحتية واضحة، استراتيجيتنا والتأكيد على أن نطور من هذه البنية التحتية لخدمة الإنسان واضحة. الاستفادة من هذه البنية التحتية في الاقتصاد أمامنا واضحة، تربط كل هذه المحاور استراتيجية واضحة تقدمنا للعالم كدولة واضحة المعالم قادرة على أن تصل إلى أبعد مما هي عليه اليوم. معالي الدكتور عبد الله النعيمي، وأنت وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الشيق. شكرا جزيلا على هذا الحوار، وأشكركم على حضوركم وهذه الأسئلة التي بلا شك أتت من وعي مهم ببنية التحتية و بقدرات دولة الإمارات العربية المتحدة. كل الشكر لك مجددا. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا من حوار الأسبوع. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.